ماجد غدير. اسمع حوار الطرشين، انت جوعان وعطشان، هالبلد كله فراطة، نحنا رايقين صلاطة. تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل، قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة. نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة، ما تقلي هلأ عنكم هي اسمها مشاي، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول، سمعتك صاير مسطول، سمعتك كله معقول، سمعتك مين المسؤول، سمعتك خيل البنزين، سمعتك عم يغلط حين، سمعتك رفنا التأمين، سمعتك عم نشكل مين. قليلة شكل الله مش غلط، قبل الظهر وبعد الظهر شدوا وقدوا وكد الليل تا يطلع لي شوية من. طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش، ساقر عم يعمل التاني عم ننام بالهمام، قرب نسهر عنا حط بإجراك الشحاطة، نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة. ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشاي، نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية. سمعتك شو عم بتقول، سمعتك صاير مسطول، سمعتك كله معقول، سمعتك مين المسؤول، سمعتك غيل البنزين، سمعتك عم يغلط حين، سمعتك عرفنا التأمين، سمعتك عم نشكل مين. كيفك انت؟ ايوه ماي كريم اندرلاين بس بس سو هاو بس عاول شويك شو بك لا بتكسر لي مقاديفه تبني مصر لك مقاديف شو ماي كريم احلى غنيه ماي كريم ماي كريم يعني ال يعني بفتكر الكريم تبعه الكريم تبعه ايه لانه هو بيشتغل باتيسري يا لطيف يعمل جاتو شيف شو كيف شايف خيك العبس طب اجت المخلوقه من الصفا بشرفك فهمت انت وصلي انت وصلت من خمسة ايام وصلت اوه يهنيك السلامه الله يسلمك وعافيك وقف 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 بلش لي من اول ما وصلت شو عملت لاخر شيء بلا مقدمه ايه اعطيناها معها ايه فايق خيق لابس الصبح ايه تحمم بالشامبينيون لا 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 وقف وقف تحممت بشو بالشامبينيون بدي احق لنا هيك كمان حدا بيتحمم بالشامبينيون شامبينيون هذا خصوصي شامبوان شامبوان شو هذه هي وحطينا شويه كونديشنز شو كونديشنز ما هو بيجوا مع بعضهم كونديشنر قال هاي هي طيب شو قلت اني طيب ايه؟ المهم وشو بده كتروا على راس وخيك العاب شو البلازما طرقت التلفزيون على مخك شو خاص التلفزيون لو عادل شو خاصه ما انت عم تقول بلازما البلازما هذا بيجوا مع بعضهم هن بلسم 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 بلسم, بلسم. هاي هي بلسم بلسم ايه. اسمع هلا ايه. قلنا بناخذها وبنطلع لوين لوين على سكين نعمل سكين اهم شغله سكين ايه هيك طرق لا شو سكين سكين يعني ما بحياتك عامل سكين؟ لا شو سكين؟ سكين تلج وما تلج يعني سكي سكي اي سكي سكين اسمها مشان البشرة ها سكي يا خي لا هديك سكي السما اللي عم تقول عنها انت هديك سكاي ليه هيك انت بالعادل بتشوفني طالع انت بتكسر لي مقاديفي روح شوي طيب كفيلي عم تفهم علي ولا ما عم تفهم علي؟ خي ايه اخذني انا المخلوق وضلينا رايحين ايه؟ نحن بس وصلنا لفوق شو بدك عباس تكتشف فيها؟ شو؟ طلعت هيك بايديها يا لطيف يا لطيف عرفت ليه؟ صوتها على التليفون غير لما بتشوفها ليه؟ لا عاملي لا مناجير ولا بدكير شو المناجير وشو البدكير؟ مناجير يعني وحدة بتمنجر قد أصابيعها بتمنجر؟ بتمنجرون اه شو تمنجرون؟ بتحط لهم مناجير عليهم مانيكير وبديكير هاي هي طارق خيك بتمنجر خيك عارف صار الأندر كوت وطالع لفوق شو الأندر كوت؟ الأندر كوت أندر كوت شو الأندر كوت؟ الكوت شو معنيت الكوت؟ كبوت ايه هذا طبعا شو الاندر اندر كوت بقول إيه. الترنش كوت لا اسمه اندر كوت ليه؟ ما هو اسمه كوت وانت اندر وبتكون جوا يعني اندر إيه بقلبه لك هالحكي اندر ما انا عارف شو عم بحكي كل عادي ايه حملنا حالنا ضلينا رايحين لهونيك تعرف من بعد من بعد النغم طب هلا غير انه ما مش مانجرا وكذا إيه. شو ما عجبك يا ريت وقفت على المناجير والبدكي شوفي طلع عندها سيلولار كل العالم عندها سيلولار قال العالم عندها سلولير طلع عندها سلولير بإجرايها من هون شو سلولير؟ نفخين إجرايها هاي اه سلولير سلولير اي مطبخ مطبخ زمان سلولير اه بتحكيها على التليفون عادي ايه يعني هيك بتحس هيك في صار في اني بيني وبينها هيك تلي طبيز يعني من وقت لوقت والله شو في؟
قلت لك كلمه بدي اشرح لك اياها. ليه عادل انت اللي ما بتتعلم انجليزي لخي؟ انا بتعلم انجليزي. لا انجليزي بتعرف ولا فرنساوي بتعرف. شو بتعلم لك طلياني لفهمك بالطلياني؟ لا خلينا ما هول مكفين وموفين. نغم نغم تيلي طبز معروفه. تيليباتي شو هي؟ تيليباتي بالتناغم يعني. تناغم ايه تيليباتي مش تيلي طبز. طيب المهم هلا عم تفهم علي ولا عم بفهم عليك؟ عم بفهم عليك. حملت حالي عرفت منها ما بقى فيه. ضليت قاعد شي 4 ساعات ما تحملت. لا حتى تاكسي ضليت جاي. لا تركتها فوق. تركتها فوق. شو اللي مع القصة كلها؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. مبروك. الله يبارك فيك. شو اوانات جديد؟ طبعا. شو ما طلع معنا مونوبولي. شو تغيستي معك؟ غيرنا الازازة مونوبولي. شو مونوبولي؟ كل العالم تروح عند الحكمة بتفحص عيونها بيطلع معها مونوبولي. هذا ضعف نظر على بعيد يعني. ميوبي. شو هي ميوبي؟ هاي ميوبي. هادي تبعية الميوبي الذهبي الميوبي الفضي. هذيك اليوبيل. هذيك اليوبيل. شو هي شال؟ طيب مونوبولي شو هي؟ مونوبولي لعبة يا خي. لعبة. شو لعبة؟ شو لعبة؟ مونوبولي لعبة بالعيون بتكون صايرة. وخلصنا بقى. انت روح بقى. هلا طلب لنا كارت أوفريز. هلا كارت أوفريز. كارت أوفريز ايه بدنا ناكل جاتو يعني؟ بتحلون ايه جاتون منيحة. جاتون كارت أوفريز. كارت أوفريز. كارت أوفريز. نعم تطلبها مش على الكارت بتطلبها. كارت أوفريز بتصير. يلا قومنا نمشي. ما بدنا نمشي. انا بدي اروح قبل. بدي اخذك معي مشوار لعند هذا الزلمه. ليه؟ حرام ما بيو صار معه طلع معه لهذا الايزنهاور. لوين طلع معه ايزنهاور؟ يا لطيف يا عادي حالته حاله. لوين طلع معه ايزنهاور؟ طلع معه ايزنهاور زلمه عمره 70-80 سنة ضربه بكير هذا براسه. شو هو هذا؟ الايزنهاور. الزهايمر. شو هي؟ الزهايمر. طيب شو قلت انا؟ لك روح يا عمي. لك روح واحد مثلك بيروح. لك روح انت روح تعلم انجليزي واحكي معي. تعلم انجليزي؟ انت بتنقهر مني. شو بتنقهر منك؟ شو السويتشيرت هاي؟ سويتشيرت؟ ايه سويتشيرت. سويتشيرت هاي؟ اسمها سويتشيرت. كيف كيف سويتشيرت؟ يعني كنزي حلوة سويت حلوة. اه حبيبي ممنونك. باي باي زواي. باي باي. لك لحظة. باي باي زواي عم نقول لك. شو بتقلي باي باي؟ باي باي زواي يعني بدنا نروح نمرق ناخد ابو رعد قبل ما نمشي لهونيك. باي زواي مش باي باي زواي. لا باي لا باي باي زواي. كيف باي باي؟ بلا تأكيد هي يعني معناته. لك روح يا عمي. لك روح خلصني انت منك روح. ما الحق عليك حق اللي بيجي لعندك وبحكيك. بغار مني بيموت مني. مجلة. مجلة. نعيم كثير. نعيم كثير. عن جد سوري. نعيم كثير. شو ماما؟ وحيد وحيد. معقول؟ انت بتعرفين ولا مره بتاخر. ايه 3/4 ساعة ولو. طيب بس بتعرفي انت هالبلد يعني الواحد بده يجرب قد ما في يزمط من عجقه السير بيطلع له دائما مشكل وعجقه سير وشغله جديده. شو عجقه سير يعني؟ عجقه سير عم بقول لك. وين؟ انا طلعت قبل بنص ساعه انا حاسب حسابي يطلع لي عجقه سير بس مش على قد. شو؟ شو جوار ومي ومدري شو وفوت من ثاني. لا 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 في عجقه رهيبه بس ما خاصه بالجوار ولا بالمي. حادث. ولا بالحادث. هلا اذا بتعرف شو ما بتصدق عن جد. مش حادث ولا حادث. بيكون حادث من تاني ميل والناس عم تخفف من هالميل لتشوفه. لا ما عرفت انت شو السبب. شو عجقه سير رهيبه بتعرفي من شو؟ شو حزب الكتائب ما عرفت انه هن محتاجين هلا على الوزاره الجديده ومدري شو بدهم ومدري شو وزير. فهالاحتجاج هيدا ترجم على الارض نزل الحزب كله على الارض. على الطريق كله الحزب كله نزل على الطريق وعامل هالعجقه. كله نزلوا على الارض؟ كل الحزب نزل على الارض. مسكرين الطريق عم بقول لك يعني عجقه رهيبه ما قدرت اوصل قبل هلا. شو كم واحد تقريبا؟ في منيح في شي 10-15 نفر نزلوا على الطريق سكروا الطريق. الحزب كله نزل عم بقول لك. شو بتقلي لي كم واحد؟ بس كتار 15 واحد. اذا لحظة 17 في او 18 بلا في واحد كان تحت. ايه وبعدين صاروا يستدعوا من الجرد ومن كسر وين وهيك. في واحد اجى من زحله. لا صاروا شي 19-20 واحد. هلا اذا بعدهم سكروا الطريق هيك عم بقول لك. شو 20 واحد؟ كثير منيح 20 واحد. طيب شو بدهم؟ طيب ها مين هم بيطلع لهم وزير 20 واحد كتايب؟ لا بدك ما يصيروا 30 واحد بصير بدهم وزير كمان بعد. ايه بلا تخبص وقتها. ايه بس ما انا لو ما هيك جيت قبل كيفك انت؟ منيح. شو عم بتعملي عن جد سوري؟ ايه بس والله بدهم وزير. ايه بدهم وزير. لا لا معي حق فيها او لا يا اخي؟ انا معي حق فيها مش عم اقوله ولا معي حق؟ هلا بالمنطق ايه معك حق. طيب بس شو الحل يعني؟ ما بعرف انه واحد يقعد يحكي 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 شو الحل؟
تقلك شو نحن كمواطنين يا خي بننظر بهالبلد نطلع حوالينا بنشوف انه ما في شيء عاجبنا بس شو فينا نعمل انا هيدا بس انه واحد اذا سافر يعني هذا هو الحل لا مش الحل ما فيك تقول بدك تعمل شيء اسمح لي شوي نعم ما فيك تقول بدك تسافر شو رايك لانه اذا انت بدك تسافر وانا بدي سافر وكل واحد منا بده يترك هالبلد عمين بتترك البلد طيب ما بالنهايه عايش انت مثلك مثل غيرك كمان انا معك 100% بس هو البلد مروكب تركيبته غلط يا خي شوف كل شيء عم بيعملوا كل ما بدهم يعملوا خطوة بدها تاخد معهم أشهر مش إجماع مزبوط. مش أسابيع عم تروح معهم أشهر يا زلمة لما بيطلعوا رئيس جمهورية مثلا بتاخد معهم كذا شهر المجلس أوقات بسكر ما بيفتح رئاسة الحكومة أخذت 5 أشهر الحكومة أداء أخذت 5 أشهر بس مش عم بفهموا أنا نواب الأمة هيدول شو بسموه نواب الأمة أعضاء المجلس لشو نحن انتخبنا مثلا لشو نحن كمواطنين لشو انتخبناهم هولي بس شاطرين يجوا لعندك قبل الانتخابات ويقولوا لك بأمرك واللي بدك وبروحوا ما بيخلوا عزا من شرهم ما بيروحوا عليه بنزفت لك هالأرض بنسجل لك ابنك مندبر لك وظيفة وكده بس عشرت شو كله هذا امتى بعد الانتخابات وما بيعودوا يبينوا صارت القصة بتاع شو وجهها انه واحد شو عضو بالمجلس انه اعضاء المجلس النواب شو عم بيعملوا للمواطنين ما عم بفهم يا حرام انه غير قصة هاي النمرة الزرقاء ليش فين اوقات فين يحطوها كمان والمعطر المواطن ما عم يعني ما عم بيقدر يلقط رزقه هيدا كله ما بفيد لازم نحن نعمل شيء انا يمكن انا معصب منه مفقوس بدي اعمل شغله هلا فيش خلي طلع عم فكر لك شو بدك تعمل بدي اعمل شغله هلا لك ما كله عم يعمل وما عم يطلع شيء بعيد حدا انت شفت امبارح الاعلان تبع التلفزيون ما شفته انا بقول لك شو شو هيدا تبع هيدي الاشياء الانسانيه ومدري شو واحد بعد ما يموت قال خليك شوي حط قول اللي بدك اياه الو بونجور فيش خلقك بونجور لحظه معك مواطن عادي مواطن مش اكسترا لا في شغله دوموزيل بدي اسالك يا استفهم انتم مثلا حطيتوا الاعلان تبعكم امبارح على التلفزيون انه انسانيا الواحد انه بعد ما يموت اذا بده يوهب اعضاء ومدري شو كذا ايه انه ايه كذا عين كذا مدري شو اوكي ايه انا عندي اعضاء بدي اوهبهم بيطلعوا شيء 128 عضو ممكن اوهبهم لكم للمكتب تتصرفوا فيهم شو ما بدكم شو 128 عضو ايه انا عددهم ولا معقول اتغلط فيهم ايه نعم لا شو بدي فيهم اذا انا وعايش ما بيطلع لي شيء منهم بعد ما موت بدي اعوزهم لكم هولي اوكي ميرسي عرفت عشان عم تضحك عنه وحياه نعيم ما حدا بده وهب الا هول بس شينا خلقنا يا زلمه بلكي بيرتاح المواطن بس شو ما نعمل بلا تزن نعمل ليه رجعنا خلاص ايوه عرفتي مين هذا البطل مين يي لا قولوا لا هيدا اللي مثل ب يحوش شو قال لي شو بلش تطش ايه بلش طب شو كل يوم هيك هيك هلا صارت شغله عاديه يعني هيك بدنا نتعود عليها على طول ان شاء الله دولي هيدي لا هيك عرب الدوله شريها يا حوي هذا البطل تبع دفور تمرق لا 4400 يلا يا حوي شو عادي انت طب هيك شو ليه بدك تضل تقطش هيك مش عندي حق بس عند كل العالم عم بتقطش صغري بعرف بس ليه ما استلم جبران باسيل مزبوط شغله كتير عاديه يعني واستلم السلولار اما صار يقطش هاي هلا الكهرباء بتقطش هلا الكهرباء هاي عم تلعب كمان يلا بحبه اجيت ستيل الجود اليمين راح هيك عم بيعملوا عجايب الطيار عجيبين هن عم بيعملوا عجيب راحت خاي شكرا جنرال ميرسي مش غلط ايوه رولا حبيبتي شو بك عم تبكي حدا صار له شيء؟ لا شو في حدا توفى؟ شحطت رولا شحطت لا انت كمان 7 سنين 7 سنين اللي بشتغلون سوري ما بعرف شو بدي اقول لك يلا حتى اغراضي ما اخذته خلص حفل انت شو عم تعملي هون انا عندي ميتنج مع الشيخ بيير الظاهر الله يستر انا لكن هلا جود لك حبيبي جود لك ليكي اي طابق بتعرفي انت شوف الريسبشن طيب على الريسبشن سوري ايه باي حبيبي باي اسمعني شو بدي اقول لك الاخبار 8 إلى 5 البرامج عنا الاخبار 8 إلى 5 هلا اذا بدك تطلب اهداءات انيفرسير لبرنامج الاطفال
بدي عزبك بعد ربع ساعة ترجع تتصل فيي مش هلا. سوري بونسوار. اي نعم مع السلامة. اهلا. عندي موعد مع شيخ بيير ضاير. اهلا اهلا حضرتك شيخ بيير ضاير مرحبا. اهلا اهلا وسهلا فيك. مين بس تذكريني بالاسم؟ رولا رولا شامية. عندنا موعد نحن هلا مزبوط الا 10. مزبوط. طيب تفضلي لحظة بس شو بتحبي؟ هون على الريسبشن؟ اي نعم هلا انا هون حضرتك على الريسبشن. نعم على الريسبشن. ليه بس ما هم بفهم؟ لأنه كان في عندي هون ثلاث موظفات من فترة شحطتهم كلهم بالفوج الأخير راحوا شحطتهم معهم. هلا أنا عم رد بس بدك أعملك شيء فنجان قهوة أو شيء أو ينسون أو ببونج أو شاي بتحبي أعملك شيء؟ لا ما بدي عزبك حضرتك كمان بدك تعمل ليه وين اللي بيعملوا قهوة؟ شحطتهم كل جماعة مطبخ والكافيتيريا هلا أنا عم بهتم فيها شخصيا الكافيتيريا. أهلا وسهلا فيك. تفضلي بتحبي لحظة بس خليك عم بدق معي التليفون شوي. نعم ألو. إيه نعم. ليك حبيبي قلت لك أنا جهاز الإرسال رح اطلع لعندك مشي الارسال اذا واقف مش مشكله بس انت في عندك زر على اليمين بالاول عشان اطلع تطلع اكبسه لك نجيت بتكون كهرباء عم تلعب. ايه هلا انا بطلع انا الارسال انا الارسال. نعم حضرتك كمان الارسال. نعم شحطوا لجماعه الارسال كلهم لانه انا هلا صرت عم بهتم بالارسال كمان بس عم جرب. لحظه بس عم بدي اعرف. الو ايه حبيبي مين سكر عليك؟ طيب يلا هلا بيجي مسكرين انا المفاتيح معي كلهم يلا هلا بيجي على الباركينج يلا مع السلامه. يلا حضرتك الشيخ بيير الضاهر. نعم بدك تنزل انت تشيل السيارات كمان؟ اي نعم لانه وين الفالي؟ شحطهم كله لجماعه الباركينج انا هلا مستلم والامن كل شيء انا هلا مستلمه انا كمان هون الامن عم بعمل كل شيء. شحطهم مع الفوج الاخراني. لحظه انا كان بخصوص. لحظه الو لولو صارت ثلاثه. يلا 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 هلا بجي يلا بجي. في عنا نشره الاخبار هلا انا بدي ازيعها عندي نشره الاخبار. طب انا بس شخ بيير لحظه بالمؤسسه شو بدنا ارسل انه حيكم انا حضر عليكم نشره الاخبار بس انا لحظه انا كان بخصوص كان بدي تعرفي تعملي نشر الطقس حالة الطقس؟ اكيد لا شحطة هيدا اخر فترة تعي روحي معي تنعمل نشر الطقس. عم تصوروا؟ مساء الخير لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من النقية. طبعا أول شيء بدي أقول ألف 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 مبروك لكل الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة وأخيرا اتفقوا كلهم مع بعضهم و صار في حكومة وشكلوا الحكومة. هلأ النقيقة ما عندهم ولا نقوقة زغطورة ينقوا عليها. مرحبا يعطيكم العافية أنا جاي بس هيك لأتسلى معكم لأنه أكيد ما في نقة تنقوا عليها. اهلا اهلا الله يعافيك يا ماتموزيل. لعيك عندهم موزيل. تفضل عود تفضل تفضل احكيكي برواق. هل عم تصوروا؟ نعم استاذ. هل عم تصوروا؟ عم يصوروا يا خي. ايه يلا هل عم تصوروا؟ نعم تفضل. بدي اسالك سؤال انت كدوموزيل كمذيع او صحفي. نعم. ممكن افهم منك ليش هالقد مبسوطه ومزعز او مزرقطه لانه صار في حكومه وتشكلت الحكومه مدري ايش ومدري كيف عشو مبسوطه انت وهالمواطنين يعني مش بس انت ليش مبسوطين هالقد ممكن افهم ليش؟ طبعا استاذ اكيد بدي اقول لك ليش لانه واخيرا شكلوا الحكومه. ايوه وانت قلتيها واخيرا شكلوا الحكومه. انا رح اقول لك شغله كثير مهمه يا دوموزيل. نعم صفقه. وين هي الدولة؟ عشر أولاد عنده. عشر أولاد عندي. شوف يا دموزيل عبر الشاشة وقد أعزر وخلص ما نجم الطريق. يا أستاذ شو المشكلة مع الدولة؟ ما خلص ما شكلت الحكومة عشان شو مفقوسين؟ لما لا بعدك عم تقولي وأخيرا يعني بعد ست سبع عندي أربعة أشهر خمس أشهر مروق بالقصة ما كان فيش حكومة وهيك فجأة بيصير حكومة. ليش؟ وين هي الدولة؟ عشر أولاد عنده خيي يا دموزيل. يا أستاذ طيب بس وأخيرا إنه تشكلت وكلهم راضيين على بعض عشان يا عمي ما لحظة يا عمي ما بعلمي ناطرين قصة الملف النووي والإيراني من شان يتشكل الحكومة فيها وساعة بيحطوها مدري وين وساعة بيحطوها مدري بشو بهالأسباب كله. هلا كيف تشكلت فجأة؟ ونحن شو شغلتنا ننبخع؟ ليش نبخعنا؟ نحن ما بنكون عم نحكي سياسة بنقول هيدي الحكومة بتروح إلى خمس سنين بدها تتشكل، فجأة هيك طب فش شكلوا الحكومة بلا يعني هيدي هي المشكلة مع الدولة إنه بخعوكم؟ إي نعم وين هي الدولة؟ بحطونا بالجو ويقولوا إنه والله في عالم في نحن عاملين حساباتنا على إنه ما في حكومة من هون لسنتين. لك على علمك مراوبي فجأة بنلاقي المستقبل قاعد حد العونيين عم يتروقوا وهدوليك قاعدين حد هون عم يتبقطوا وهون عم يتعصروا ليش؟ شو هذا ما بدنا؟ نحن ليش ما بيسألوناش؟ ليش ما بياخذوا رأينا هيك فجأة؟ لك شو اجر الكرسي نحن هون؟ وين الكرسي؟ شو المطلوب انه نهاجر؟ شوف عنده مزيل عبر هالشيء شو ما كانوا عزرها عشر اولاد عشر اولاد عندي عشر اولاد عندي وين هي الدولة؟ المطلوب من الدولة تعطينا انذار قبل مش دغري هيك فجأة انفجأنا انه ركبوا الحكومة. طيب خلص يا استاذ معلش ما تزعلوا قولي لهم بلغيهم ما تحكيش اتحكيش معه لكل اتحكيش معه لكل مين بس وين هي الحبلة امشي معي ما في طول بالك ما تحكيش ما تختمش ما تختمش بدي اختم ما تختمش خليها تختم شو قلنا فيها نحن تفضل نضيفك شي عنا بس اتختمش يلا مشاهدينا مثل ما شفتوا طبعا النقيقة بدهم يضلوا ينقوا وما في الا ربنا هو بس بيعرف شو بده الشعب اللبناني هلأ
مش غلط مش غلط. ايوه 10/14 أذار راحوا سوا مشوار، واحد منهم ضاع وبقيوا 9 قمار. 9/14 أذار عم يحضروا الأخبار، واحد سمع تصريح ما عجبوا برموا طار. 8/14 أذار حسوا بهون نهار، عن واحد عم بينق عرفوا دغري بينضار. 7/14 أذار كتايب والأحرار الأولان انسحبوا فل بيعبوا لعب الفار. 6/14 أذار مين بياخد قرار، واحد طنبز راح وتوجه على المطار. 5/14 أذار الحكومة على النار، في واحد على التشكيل ما عجبه وضعه نهار. 4/14 أذار بيناتهم في صرصار، صار فجأة تاني ميل واخد معه الأسرار. 3/14 أذار اختلفوا عكيس بوشار، واحد منهم راح ولا حتى الغرفار. 2/14 أذار كرمال 7 أيار واحد اعتذر وغاب قبلوله الاعتذار. 1/14 أذار بعد ما وقفوا نار عم تطلع من معراب بقي وحده بالدار. اسمع حوار الطرشان، انت جوعان وعطشان، هالبلد كله فراطة نحنا رايقين سلاطة. تقدر تتفرج عالحل بين سطور لا يمل، قرب نسهر عنا حط بقى.